هنبتدي زي حلقتنا من غير ما نصبح على لميا حمدين ونعرف منها احوال المرور. صباح الخير عليك يا لميا. صباح الخير عليك منى، وصباح الخير عليك شاذلي، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. دلوقتي مشاهدينا تعالوا مع بعض نستعرض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. خلونا نبدأ جولتنا المرورية النهاردة من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي ومكملة لحد ميدان العباسية اللي كمان بيشهد كثافات نسبية لكن بسيطة شوية. هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، وهناك هنلاقي برضو كثافات بسيطة إنما كمان غير مؤثرة، وهنكمل ونروح لكوبري الجلاء، وهناك في سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة، وكمان عند كوبري المطار في كثافات نسبية غير مؤثرة هتبدأ تختفي واحنا داخلين على طريق المطار. لو بدأنا طريقنا من شارع شبرا هنلاقي هناك كثافات مرورية، وهنفضل ماشيين لحد ما نوصل كوبري أبو وافية، وهناك هنلاقي كثافات مرورية بتبدأ تظهر بشكل كبير واحنا نازلين من الكوبري أثناء اتجاهنا لشارع منشية الجمل وسكة الويلي. وعلى سكة الويلي في كثافات مرورية كبيرة بتزيد بشكل ملحوظ أثناء صعودنا على كوبري القبة. بعد نزلة الكوبري الكثافات بتبتدي تقل بشكل تدريجي وبتختفي بعد كده تماما. ونروح لحي باب الشعرية ونبدأ من ميدان الحي اللي بيشهد سيولة مرورية نسبية. هناخد طريق شارع الجيش وهنكمل وندخل شارع البنهاوي، واللي من أوله بتظهر كثافات نسبية بسيطة، هنكمل لحد الآخر علشان نوصل لشارع الدراسة، وهناك هنلاقي فيه سيولة مرورية ومكملة لحد الآخر. في الجيزة تحديدا من شارع فيصل في هناك كثافات مرورية بتبتدي من المريوطية وواصلة ومكملة لحد كوبري فيصل. شارع الهرم كمان بيشهد كثافات مرورية بتبتدي أيضا من عند مستشفى الهرم. وناخد بالنا أن شارع الهرم مغلق في الاتجاهين بطول 500 متر، وده بسبب أعمال إنشاء مترو الهرم. أما شارع ترسا فبيبدأ بسيولة مرورية متحركة لحد ما بتظهر بعض الكثافات الكبيرة، وبنفضل ماشيين لحد ما نوصل لشارع خاتم المرسلين. هناك برضو هنلاقي بعض الكثافات إنما البسيطة شوية بتبتدي تزيد مع آخر الطريق. هنروح كمان لمحافظة أسيوط واللي بتبدأ جولتنا هناك من قدام مستشفى الجامعة، واللي بتشهد كمان سيولة مرورية ومكملة لحد جامعة أسيوط. ولما نوصل هنلاقي كثافات مرورية بتبتدي تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين، وبتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة. نكمل جولتنا المرورية ونروح لحد الإسماعيلية وتحديدا من ميدان أحمد جويلي، وهناك بتظهر كثافات مرورية غير مؤثرة. بعدها هنروح لشارع أم كلثوم اللي بيشهد سيولة مرورية متحركة لحد ما نوصل لطريق الإسماعيلية الزقازيق، واللي بيشهد هو الآخر سيولة مرورية كبيرة جدا. لو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناخد بالنا كمان أنه طريق عثمان أحمد عثمان بيشهد سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6. في الشارع هناك بتبتدي تظهر كثافات مرورية متحركة هتبدأ تقل وتختفي لحد ما نوصل لطريق الشهيد عبد المنعم رياض. نروح لطريق أحمد أبو زيد، وهناك في سيولة مرورية مكملة لحد طريق الإسماعيلية الزراعي، وهنفضل ماشيين لحد المنطقة الصناعية، وهناك هنلاقي بعض الكثافات المرورية المتحركة. كده خلصت جولتنا المرورية، ونروح مرة تانية لشاذلي ومنى نبتدي معاهم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك.